مرحبا، اهلا بكم في التدريب حول المضايقة على الانترنت، مفاهيمها وكيفية الوقاية منها. انا جينيفر كنعان، خبيرة وسائل التواصل الاجتماعي في مشروع الامن الرقمي في معهد صحافة الحرب والسلام. في هذا التدريب سنتحدث عن ماهية المضايقة على الانترنت، وسنناقش الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول هذا الموضوع، وسنقدم لكم الأدوات اللازمة لتنفيذ حملات أكثر أماناً على الإنترنت، وسنناقش دراسة حالات من الواقع. نوصي بمتابعة التدريب الخاص بالبيانات الضخمة وشبكات التواصل الاجتماعي قبل البدء بهذا التدريب.